أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الفريم ورك روبي اون ريلز. تعلمنا ورأينا في الدرس الماضي كيف نستطيع القيام بإنشاء مختلف الصفحات والقيام بالدمج فيما بينها. فمثلا عندما قمنا بجلب ستايل معين خاص بالبوتستراب، استطعنا القيام بتعميمه على جميع هذه البيجز وجميع هذه الصفحات التي قمنا بإنشائها، وذلك لأن هذه الصفحات يتم جلبها فعليا من اللي اوت ابلكيشن. إذا قلنا هنا بالاستعلام نراها بهذا الشكل، وذلك نسبة للكلمة المفتاحية يلد هنا. فجميع ما نقوم بكتابته كما هو في مثالنا LS Software يتم أولا بجلبها وطباعتها، ومن ثم يقوم بعرض هذه الصفحة حسب الاستعلام كما نرى هنا. فإذا قلنا مثلا بالذهاب إلى سكن نراها بهذا الشكل. وأيضا رأينا كيف نستطيع القيام بالتعديل على هذه الراوتينج من خلال استخدام الأسماء المستعارة حسب ما نشاء، ولكن جميع هذه التفاعلات تكون بشكل مباشر على استخدام الـ URL. فهل أستطيع مثلا القيام بكتابة Navigation معين؟ أستطيع القيام مثلا بالضغط على أزرار محددة أو قائمة معينة للقيام بالتجمع بين هذه الصفحات. فالقيام بذلك سوف أقوم بالاعتماد على هذه المنهجية، بمعنى أن أقوم مثلا بإنشاء هدف يعبر عن هذه الصفحات فهو موجود في كل منها كما هو المثال في هذه العبارة. فإذا قلنا هنا بالعودة أيضا لها هنا تمام. لذلك سوف نقوم بجلب Navigation Bar ونقوم بوضعه بدل هذه العبارة. فالقيام بذلك دعوني مثلا نقوم بالذهاب إلى Bootstrap، وهنا نقول documentation مثلا الاستعلام عن navigation هكذا. أقوم بجلب أي منها مثلا هذه، إذا قلنا بالنسخ وقمنا هنا بوضعها في هذا المكان، فمن الأفضل مثلا القيام بوضعها في ملف مستقل. فإذا قلنا هنا قم بإنشاء ملف ليكن navigation html embedded ruby، ولكن هنا بما أنه لن أقوم باستخدامها كبيج مستقلة لذلك سوف أقوم بوضع underscore بهذا الشكل تمام. فنرى هناك فقط بإنشائها. فإذا قلنا مثلا بوضع هذا النافيجيشن بار، وبما أنه يقوم بالاعتماد على هذه الكلاسز التي قمنا أيضا بجلبها عند الابليكيشن في هذا المكان، لذلك سوف يقوم بتحسسها ويقوم بتفعيلها. لنقوم هنا بجلبها فسوف نقول مثلا في هذا المكان يساوي render، وذلك لهذه النافيجيشن بهذا الشكل. لنرى إذا قلنا بالتحديد فنراها بهذا الشكل ممتاز. إذا قلنا مثلا بالذهاب إلى الصفحة التالية فأيضا نرى هذا النافيجيشن بار في هذا المكان. دعوني مثلا نقوم ببعض التعديلات. فإذا قلنا في هذه الصفحة، طبعا هنا نقوم بتطبيق مفهوم البارشل أي الملفات الجزئية، فهنا مثلا سوف أقول ALH software، وهنا مثلا لدينا الهوم ولدينا second page، وسوف أقوم بحذف البقية تمام. من ثم بالنسبة للريفرنس فهنا سوف نقول مثلا الصفحة الأساسية، وهنا مثلا سكن. لنرى إذا قلنا بالتحديد نراها بهذا الشكل. إذا قلنا مثلا بالذهاب إلى الصفحة الأساسية نرى هنا كيف قمنا بالذهاب إلى هذه الصفحة وهذه السكند بيج. طبعا هنا نقوم بالتعامل مع الأكواد الخاصة بالـ HTML، ولكن إذا أردنا القيام باستخدام الأكواد الخاصة بروبي أون ريلز فمثلا دعوني هنا على سبيل المثال أقوم بتعويض هذه. سوف أقوم بتعليقها وذلك باستخدام القوس الزاوي ومن ثم هاش، وهنا نقوم بالتعليق بهذا الشكل. من ثم سوف نقول هنا بدل القيام باستخدام ريفرنس تاب فهنا مثلا قم بالاستعلام وذلك من خلال استخدام ما يسمى لينك تو، وهنا نقوم بذكر الاسم ليكن مثلا ALH software، وبعدها نقوم بذكر النافيجيشن. فبما انه سوف اقوم بالاستعلام عن هوم بيج فاستطيع هنا القيام بالاستعلام عن الاسم. فاذا قلنا مثلا قم بالذهاب الى صفحه غير موجوده ايا يكن، فنرى هنا الروت بار الذي يعبر عن الصفحه الاساسيه بهذا الشكل. فاذا قلنا مثلا بجلبه هكذا، اذا قلنا بالاستعلام فنرى كيف قام بانشائه بهذا الشكل تمام. ولكن إذا أردنا القيام أيضا بتطبيق الكلاس الذي كان موجودا فهنا سوف نقول قم بإضافة كلاس بهذا الاسم. لنرى ولا ننسى القيام بإضافتها ضمن كوتيشن. لنرى ممتاز، لأن هي الآن موجودة وذلك نسبة الأكواد الخاصة بروبي أون ريلز. إذا قلنا بالتطبيق وذلك بشكل مباشر على البقية، فإذا قلنا مثلا في هذا المكان وهنا أيضا
فمثلا بشكل مشابه لما قلنا به في هذا المكان link to سوف أقوم بتسميتها home أو first page كيفما أشار. ومثلا سوف نقول هنا بدأ قيام السلام root bar، نستطيع أداء القيام بالاستعلام على الصفحة الموجودة في هذا المكان إذا قمنا بالذهاب إلى route، فهذه home first. إذا قلنا الاستعلام على الاسم الخاص بها، إذا قلنا مثلا هي نيكون، فنرى هنا كيف هي تعبر عن home first bar بهذا الشكل. فإذا قلنا هنا هكذا، وبالنسبة للكلاس بهذا الشكل وهي active تمام. ومن ثم بالنسبة للحالة الأخيرة، وهنا لدينا second page، ولدينا هنا my page bar، لا نتأكد تمام my page bar هكذا. وهنا بالنسبة للكلاس بهذا الشكل نفسه ولكن ليس active تمام. هنا الآن إذا قمنا بالعودة فنراها بهذا الشكل، نرى كيف نستطيع القيام بالاستعلام ويقوم بوضع الريفرنس أسفل الصفحة تمام. فنستطيع القيام بالذهاب بهذا الشكل، جيد جدا. وأيضا مثلا أستطيع القيام بالتفاعلات الديناميكية، فأستطيع القيام بإنشاء تاجات وذلك كيفما أشاء. فإذا قلنا هنا كما تعلمنا في لغة الروبي، قم بإنشاء حلقة فور مثلا خارجا هنا، وذلك index i موجود ضمن مجال من الصفر إلى الخمسة، وبعدها مثلا نقوم بالتسكير n، فهنا نستطيع القيام بالكتابة كيفما نشاء. مثلا إذا أردنا القيام بجلب هذه التاجات هكذا، فنقوم بالتخلص من هذه. وهنا لدينا حلقة وذلك نسبة إلى هذه الأعداد، فإذا قمنا الآن بالتحديد هكذا فنراها بهذا الشكل تمام. وإذا أردنا القيام بالتعديل على الأسماء، فإذا قلنا هنا قم بوضع الاندكس مثلا i، فنراه بهذا الشكل تمام. وإذا قلنا مثلا قم بإضافة ليست معينة لتكون 1 2 وهكذا للستة لأنها من الصفر للخمسة هكذا، وقلنا هنا ليست عند هذه القيمة بهذا الشكل لنرى، فنرى كيف نستطيع القيام بالتفاعل وكتابة كيف ما نشاء وذلك لتدعيم هذا المظهر. وغالبا ما نقوم باستخدام مثل هذه التعليمات عندما نقوم بجلب معلومات من الداتابيس للقيام بعرضها في هذه الصفحات. وهنا إذا قلنا مثلا لا تقوم بطباعة هذه النتائج، فسوف نرى كيف يقوم بحذفها. فالآن إلى حد ما نقوم بالتعرف على هذه الأكواد الخاصة بالروبي أون ريلز وهذه السينتاكس وكيفية القيام بالتفاعل معها والتعامل بمختلف الطرق ومختلف الأشكال. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.